الفضيل شهر رمضان، شهر رمضان الكريم، جندت مديرية التوزيع بولاية شلف جميع العمال والإدارات تاعها، وذلك لتدخلات في إن وجدت ولا إن حصل هناك أي ظرف في انقطاع بالتزويد بالكهرباء وفصل المواطنين. ونزيدو نذكروا المواطنين تاع الشلف باللي الرقم الاخضر تاعنا اللي هو 33-03-33-03 اللي هو موضوع في الخدمه و24 على 24 ساعه. وقلت لك كما نعاود نقولها لك الفرق تاعنا كاع العمال راهم مجندين ان شاء الله في هذا الصيف، وان شاء الله تفوت في سلامه وبدون انقطاعات ولا بدون اضطرابات بالنسبه للغاز ولا بالنسبه للكهرباء في اطار الدور تاعها اللي هو دور المواطنه. قام السيد رئيس المدير العام لمجمع سنغال الغاز بعدم قطع المخالفين عن تسديد المستحقات فيما يخص الكهرباء والغاز في مناسبة شهر رمضان العظيم.